جزاكم فعساكم أن ترحموني عساكم كيف يقوى على البغاء. بسم الله الرحمن الرحيم. حرافي بن حرافي بيت كله فضل. دوك احنا غشينا جدودنا من جو من زمورة من سيدي حرف جو البوسكي. كي جو البوسكي كان عندهم رزق، كسبوا أرض تقريبا فيها 400 هكتار، شراوها والأرض هذه للآن ما زال يسموها دار الحراف، دار الحرافة في البوسكي. في وقت الاستعمار ولا راه يبوسك ويدير وكذا والحقرة والاستعمار كلمة وكمام يعني دلنا لغاسين في هذا الحجاج. لكن هذا ما يخفاش باللي ما تركناش وما زلنا نروحو نزورو. وقت المضى كنا نروحو نديرو الطعم وجدودنا يديرو القوم ويديرو زيارات والقرآن إلى آخره. وهذا سيدي حرافي يعني حاجة يعني اللي يبغي يعرفه يدير www.sidiharafi.com زمورة تشوف يعني المعجزات تاع الصخرة، كيف يضرب الصخرة ويخرج الماء، كيفاش على سماوه حراف، على سماوه دابور الأصل الكلمة هو يعني عالم جليل وكان بيجينا وهذا ولا الاخر. ومن بعد شرب ما هو هذا انتم الماء هنا ما عندكمش من تشربوا الهوايش تاعكم ولا الحيوانات تاعكم ولا كذا. قالوا لي نروحوا نجيبوهم من الطافنا حوالي 15 كيلومتر. واد مينا حوالي 15 كيلومتر. يبدو الاحصاب تاعو كاين واحد الروشي يقول لك الاخر يقول واحد الروشي ذاك الروشي. مصباح ما يعطيك الصحه. مصباح تاع ولاد سويد. يضرب في ذاك الروشي الماء يخرج. للان العين مازالت كاينه. ونتمناو ونكونوا يعني ندوا نصيب من هذا الجدود ومن هذا الغشينا، ندوا منهم ولو شيء قليل باسكو هما حاجه كبيره. جزاك الله خير. ونتشرفوا من كنا حنايا ما تريتهم. في حجاج يقال بان هناك شعراء اربعه من عائله الحراثة. حجاج التي كانت تسمى سابقا بوسكي. بالطبع هذا كلام صحيح. كاين زوج خاوه في البدايه، الشيخ جلول بن حراث رحمه الله والشيخ شير بن حراث رحمه الله. الشيخ جلول خلى الشيخ محمد اللي يقولوا الشيخ محمد البوسكي ثاني رحمه الله، هذا ولد الشيخ جلول. وكاين الشيخ الميلود شاعر ولد الشيخ شير بن حراث. وحاليا راه الشيخ عبد الرزاق ولد الشيخ محمد ولد الشيخ جلول، وهذا إرث من قبل الجد. المشيخة عند الحرارة ما عطيت لهم من بكري. السلام عليكم.